إذا أنت مبتدئ في الفرنسية لازمك ضروري تمر من هذه العبارات اللي راح نعطيك. تفرج الفيديو الأخير وتسمع وتأخذ العبارات وبصحتك. عبارات بالفرنسية كيتكرروا كل يوم. قبل سمعوا هاد السيدة اللي كدير معي حصص على الواتساب، حصص منفردة. سمعوا شنو كتقول وكيفاش تعلمات وكيفاش غادة معي في الدروس. سمعوا شنو كتقول. سلام خويا حمزه، صافا بخير؟ لاباس عليك؟ الامور مزيان. اش غنقول لك اخويا بالنسبه للطريقه ديالك؟ اش غنقول لك؟ رائعه بزاف، مانيفيك والله. منكذبش عليك، انا بعدا كاين عجبتني ونيت. قلت انا الراجل اللي كنهضر معاه قلت لي راه كذبش عليك، قلت لي عجبتني الخدمه مع خويا حمزه، وصراحه كنحس براسي كنتحسن بزاف 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 والله. اللي حب يتعلم يتكلم بطلاقة كما تعلمت هاد السيدة، تعلمت في 3 شهور، حتى انت تقدر. غير ارسل لي رقم الهاتف ديالك في الجيميل باش نتشارك معي في العرض. ارسل لي رقم الهاتف ديالك وكتب لي بغيت نشارك في العرض، غنشوف الرسالة غنجاوبك. ما تقولش لا ما غيجاوبنيش، غنجاوبك الا شفت رقم الهاتف. رقم الهاتف اول رسالة. ارسل لي الان هنا في البريد الالكتروني ديالي hamzalmuallam@gmail.com. ارسل لي رقمك هنا في البريد الالكتروني، هنا hamzalmuallam@gmail.com. ارسل لي في الجيميل رقم الهاتف ديال الواتساب ديالك. رقم الهاتف ديال الواتساب ضروري، وبغيت نتعلم الفرنسيه او بغيت نشارك في العرض، وغنجاوبك وغتشارك معي ان شاء الله في العرض. غنجاوب اي ميساج فيه رقم الهاتف غندخلك عندي، وغتعلم كما تعلمت هذه السيده ان شاء الله. ضروري غتعلم تتكلم بطلاقه فرنسية، العقدة ديالها صافي تحيدت إلا رسلتي لي ميساج. كونك هاني واكتب الجيميل بشكل صحيح، hamzalmuallam@gmail.com. hamzalmuallam بحروف صغار ملاصقة باش ما تخطأش فيه. هو في الديسكريبسيون في صندوق الوصف، دير له كوبي وصيفط لي ميساج تحت الفيديو. فوالا، دونك اليوم غادي نعطيكم عبارات كيتستعملوا بلا قياس في الحياة اليومية وكيتعاودوا كيتكرروا كل يوم. لازمك تاخذ هاد العبارات. جبد دفتر دابا دابا دابا، خذ لك حلوه بعدا، خذ لك، يلا عرض عليكم كاملين كلشي ياخذ، يلا جبد لي دفتر ستيلو وبدا تنوطي معايا. اول جمله اللي هي جاريف با كومبروندر. اول جمله جاريف با كومبروندر، ما قادرش نفهم. هاد الجمله لاحظتوا كتكرر بزاف في الحياه اليوميه. مثلا شتي شي وضع غريب جاك غريب، ما قادرش نفهم انا، ما قدرتش نستوعب الامر. جاريف با كومبروندر، ما قادرش نفهم. اوكي، الجمله الثانيه. هاد الجمل كيبقاو كما هما، ما كيتبدلوش، كيتعاودوا في الحياه اليوميه، خصك غير تحفظهم وسير الله يسهل عليك. الجمله الثانيه اللي هي ما قادرش نتحمل هاد الشيء. جاريف با سوبورتي سا، جاريف با ا سوبورتي سا، ما قادرش نتحمل هاد الشيء. جاريف با سوبورتي سا، جاريف با سوبورتي سا. الجملة الثالثة، هذه جملة كتعاود بزاف، هذه لاحظتوا. الجملة الثالثة جو ريفليشي اي جو ريبون بار لا سويت، هذه كتكرر بزاف. نفكر ونرد عليك، طبيعة الحال كتكرر بزاف. نفكر ونرد عليك، جو ريفليشي اي جو ريبون بار لا سويت، كتكرر بزاف. اوكي، الجملة الرابعة هذه بزاف حتى هي كتكرر، اللي هي تو الموند لو سي، كلشي عارف هذا الشيء، كلشي عارف. حمزة وأستاذ الفرنسية كل شيء عارف هذا الأمر. tout le monde le sait، كل شيء عارف هذه القضية، كل شيء عارف هذا الأمر، كل شيء عارفها، كل شيء عارفه. tout le monde le sait، كل شيء عارف هذا داك لو كتعوض هذا الشيء اللي كنتكلم عليه. tout le monde le sait. أوكي، الجملة الخامسة اللي حتى هي كتكرر بزاف، tu peux pas nier، ما تقدرش تنكر، ما يمكنلكش تنكر، ما تقدرش تنكر. tu peux pas nier، ما تقدرش تنكر، ما تقدرش تنكر. tu peux pas nier، نكر يا نكرو. الجمله اللي موراها هذه كلمه نورمالمون، هذه ستامو ديجا. effectivement، بالفعل. طبعا طبعا effectivement كتكون كتكلم، طبعا طبعا بالفعل بالفعل effectivement، هذه كتكرر بزاف. اوكي، الجمله اللي موراها ما عندي حتى شي فكره في هذه اللحظه. je n'ai aucune idée pour l'instant، je n'ai aucune idée pour l'instant، ما عندي حتى فكره في هذه اللحظه. je n'ai aucune idée pour l'instant، ما عندي حتى فكره في هذه اللحظه. pour l'instant، في هذه اللحظه. الجمله اللي موراها ما عنديش الوقت بزاف. je n'ai pas assez de temps. شي واحد يقول لي اجي تلعب معنا كره، اجي
تقصر معنا شي ماتش جوني با سي دو طون ما عنديش الوقت بزاف اوكي تقدر تحضر معنا الحفله هاد النهار مي نو جوني با سي دو طون ما عنديش بزاف ديال الوقت جوني با اسي دو طون كتبقى الجمله اللي موراها وهي الجمله الاخيره سي انسوفيزون هذا غير كافي سي انسوفيزون هادشي ما كافيش والضد ديالها اللي هي سي سوفيزون هادشي كافي كافي سوفيزون انسوفيزون غير كافي خذ هاد الجمل وبصحتك ولكن ما تنساليش ترسل لي رقم الهاتف ديالك في الجيميل غتشارك في العرض معايا وغتتعلم تتكلم بكل طلاقه في 3 شهور الا باغي تحيد هاد العقده عليك وتحقق هاد الحلم هاد الفرنسي مبغاتش تشد نهائيا كاين الحل عندي في الواتساب غير سل لي رقم الواتساب غنجاوبك غير وقف الفيديو ورسير رسل لي غنجاوبك هنا في الجيميل ارسل لي رقم الهاتف ديالك ضروري في اول رساله هنا في الجيميل حمزه المعلم @gmail.com هنا فين ترسلني وهنا فين ترسل لي رقم الهاتف ديالك وبغيت نشارك في العرض كتب لي البلد ديالك ورقم الهاتف ضروري وبغيت نشارك في العرض وغنجاوبك ضروري ارسل لي في البريد الالكتروني حمزه المعلم @gmail.com ترسل لي في الجيميل هنايا وغنجاوبك.